أيضا خلف مثير ظاهر عنده مناوشات بينه وبين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وهو قاعد يتكلم قال إيش فيك، يوجه كلامه لأبو علي وصارت مواقف كوميدية. خلينا نشوفها مع بعض. إيش فيك؟ خلف دميثير، تفضل خلف. الأخ الرئيس، من حسن حظي أني بالخط الأمامي، دائما في عليه شبهات. زين انتهى انتهى وقتك وانت ما قلت ولا كلمة في الموضوع. كل دقيقة هي؟ اي دقيقتين. انا على الميزانية الأخ الرئيس، في عز الوفر قلت قاعد يشوشون عليه الأخ الرئيس. الأخ الرئيس ايش فيك؟ تفضل تفضل. العجز مفتعل. الأخ الرئيس ايش فيك؟ ايش فيكم زعلانين يا اهل الكويت؟ عادي، مواقف جميلة. التقرير الجاي راح تشوفون سجال